يا صباح الفل. طبعا يا حبيب قلبي بقى، الشتاء دخل علينا وروائح الشتاء دخلت علينا، وما دام في شتاء يبقى لازم نعمل ايه معجنات معاكم. معانا بقى هنعمل شويه قراقيش، عشان طبعا الشتاء عايز الايه، عايز الحاجات دي. معانا بقى شويه قراقيش، معايا هنا كيلو قراقيش هعمله معاكم. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوه والريحه الطيبه. يلا بينا حبايب قلبي نشوف عملنا القراقيش الجميله دي ازاي. هنا كيلو دقيق، ده دقيق اي دقيق عندك، ومعايا كوبايه الا ربع ميه، ومعايا كوبايه الا ربع لبن، ومعايا هنا سمسم، ومعايا معلقتين سكر، ومعايا ذره ملح، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا، ومعايا ريحه الكحك، ومعايا ريحه موز. حبايب قلبي هنجيب الدقيق هننخله. طبعا يا حبايبي معايا كوبايتين سمنه، هنحط هنا السمسم. اول حاجه هنحط السمسم كده، لازم ذره الملح. بسم الله، جيبي منه بأي حاجة، يعني عايزة باتنين جنيه بتلاتة جنيه، دي ريحة الكحك، بتجيبيها وتحطي معلقة صغيرة كده بس. أنا هنخلها الأول. أنا حطيت معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة ريحة الكحك، رسول. هنقلب المكونات الجافة كده مع بعضها. أنا بعد ما قلبت السمنة هنا عايزة أقول لكم طبعا بصوا حبايبي، أنا معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، تمام. الخطوة دي المفروض كنت عملتها في الأول. أول حاجة بنجيب المية ونروح حاطينها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلبها بقى لحد ما تتفعل. حطيت عليها حبايبي هنا معلقتين سكر، وهنقلبها كده وهنسيبها بقى تتفاعل. طبعا الخميرة دي كنت المفروض ايه عملتها أول خطوة. نقلبها مع بعض كده، حطينا هنا معلقتين سكر صغيرين على الميه مع كيس الخميره، يعني معلقه خميره كبيره او كيس خميره. ما عندكيش خميره فوريه، لو خميره كبيره ماشي. نركن بقى دي على جنب كده حبايبي، ونكمل بقى الايه السمنه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مقاديرنا سهلة جدا يا حبايبي. بعد كده بقى نسمي الله ونحط اللبن. طبعا الدقيق معاكي بقى يا اما يحتاج لبن يا اما ما يحتاجش. بسم الله الرحمن الرحيم، اي بنوتة مش عارفة تتعلم جربي كيلو دقيق، جربي وتشجعي وما تخافيشي. مش معنى اللي احنا بنعمل قراقيش نخاف ولا كحك، اكيد انت بتعملي حاجات اكتر من كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ودايما عجيني كويس كده او بستيها كويس قوي، يعني اهم حاجه يا حبايبي بس العجين. طبعا الشتا بقى داخل علينا وريحه المعجنات بتبقى حلوه قوي في البيت. عايزه بقى تقومي تفطري قراقيش، عايزه تاكلي اي قرص فلاحي. طبعا انا عملت معاكم القرص الفلاحي كتير قبل كده، عايزه برضو تعملي قرص فلاحي، بتبقى جميله جدا، ما تحتاجيش حاجه من بره خالص. انا حاسه كده الدقيق هيحتاج كمان نص كوبايه لبن، وطبعا لسه هنحط الخميره عليه. طبعا انتي وايدك في الدقيق، لو لقيتي الدقيق محتاج بتزوديله، بس انا حطيت قباله ربع ميه كفايه قوي، مش هيزيد عن كده يعني. هزود كمان شويه لبن، حاسه ان ايه الدقيق محتاج لبن. بسم الله، حطيت كمان نص كوبايه لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما وانت بتعملي اي معجنات تقولي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا حطيت هنا سمسم، في ناس بتحب السمسم وفي ناس بتعمله من غيره. ما شاء الله، يا كده تتفاعل معانا اهي.
حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا مش عايزة أقول لكم أنا حطيت بس هنا إيه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يعني ما عملتش الكيس كله، لا أنا حطيت منه إيه معلقة صغيرة. عايزة أقول لكم بجد الريحة ما شاء الله، ريحة الموز ريحتها فظيعة. طبعا انا عامله ايه، عامله كيلو دقيق، يعني عامله حاجات بسيطه جدا على اساس البنوته اللي عايزه تتعلم تجرب فيه. الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين العجينه طول ما الدقيق بياخد لبن اعرف ان الدقيق بسم الله ما شاء الله ملحم، بس انا المره دي محمرتوش كده كده هيتحمر في البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقول لكم كده العجينه بقت ما شاء الله حلوه جدا. تعرفيها ازاي؟ اللي انت تدوريها كده تلاقيها مش ايه؟ شايفين عجينة؟ اهي. طبعا بذمتكم في اسهل من كده؟ اكيد اه. حاجة سهلة جدا. مش مشكلة يعني. اه يا حبيب قلبي. ما شاء الله اسهل من كده مفيش. لو انت ليله العيد وعايزه تعملي كيلو بس هتعمليه في ثواني، لو انت مش بتحب الحاجه مثلا ان هي ايه تغيب عندك مش هتاخد منك وقت خالص. كده بقى يا حبايبي ارتاحت معايا وهنشتغل فيها على طول. طبعا ده كيلو يعني مش محتاج حاجه، بسم الله وبسم الرحمن. انا بقطع، انا بحب اعمل الحاجه صغننه. شوفي انت بقى وراحتك. القراقيش دي ممكن تتعمل تحت على فكره لو انت عايزه تعمليها وتحشيها ملبن بتبقى جميله جدا. شايفين السمسم؟ بس هنا السمسم ابيض، انا اول مره اعمله ابيض، انا كل مره بحمره كده كده، انا هحطه في الفرن وبعد كده هيحمر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوف انا بعمل حاجات صغننه قطقطه ازاي، مش عارفه مين بيحبها زي كده. بصوا حبايبي هنجيب هنا صينيه بقى، هنجيب هنا صينيه حبايبي كده. بسم الله بسم الرحمن. بسم الله بسم الرحمن يا حبايب قلبي، وهنجيب صينيه كده بقى. طبعا احنا هنسيبها بقى ترتاح شويه وتخمر، لان هي دوبك كده ما لحقتش تخمر معانا. عايزه اقول لكم بجد ريحتها بسم الله ما شاء الله قبل ما يستوى، ولسه كمان لما يخمر معانا بقى. شايفين؟ طبعا هكمل بقى معاكم وارجع لكم تاني كله بنفس الطريقه كده. ده شكل الصينيه بعد ما خلصتها يا حبايبي، شايفين الجمال؟ هسيبها بقى كده تخمر بقى كده واكمل الكميه وارجع لكم تاني. كده حبايبي انا خلصت الكيلو، عمل لي كده 3 صواني اهو ما شاء الله. هسيبه بقى يخمر معاكم بقى كده وبعدين نسويه ونرجع لكم تاني. كده حبايبي شكل القراقيش بعد ما سويتها بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون الذهبي الجميل؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين يا حبايبي استوى بسم الله ما شاء الله فوق وتحت.
احطها بقى معاكم في طبق وارجع لكم تاني. وبكده يا حبيب قلبي ده شكل القراقيج بعد ما عملتها كيلو القراقيج. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوه واللون الحلو. ولا عايزه اقول لكم بقى الريحه، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم الريحه قلب الشقه كلها، بسم الله ما شاء الله. يعني ايه رايكم يا حبيب قلبي في القراقيج؟ انا عملت معاكم النهارده كيلو قراقيج، تقومي تفطري منه الصبح بشاي بلبن طبعا في الشتاء اللي احنا فيه ده. وده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.